السلام عليكم البنات، خوتي الدراري، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ويكونوا اموركم واحوالكم ان شاء الله كامله طيبه. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو ما يكون ناقصكم حتى شي خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه اللي كيعشقها الصغير والكبير، اللي هي لي مادلين بالشوكولا، مادلين اقتصاديين، بيضه وحده كتعطيكم 12 حبه البنات، وفي نفس الوقت ناجحين بجميع الاسرار ديالهم، باش هكا يجيوكم طالعين ومقببين كي كتشوفوا في الصوره، ويجيوكم ناجحين وما يسيحوش معكم في الفرن. فنتمنى ان شاء الله تبقوا معايا حتى الاخير باش تعرفوا على التفاصيل، على المقادير وطريقه التحضير. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم البنات، الله يجعلها في ميزان حسناتكم يا ربي. ونتمنى ان شاء الله تكملوا معايا هذا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا كي قلت لكم على المقادير وطريقه التحضير وجميع الاسرار ديال لي مادلين، باش يجيكم ناجحين. بسم الله على بركه الله، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا البنات غادي ناخذ واحد الاناء كيشو راني واضعه فيه واحد الحبه ديال البيض اللي بدرجه حراره الغرفه، زدت عليه واحد الكيس بنكهه الفاني. غادي نسم هاد لي مادلين بالفاني، نتوما كيبقى لكم الاختيار باش ما بغيتو تنسموهم. المهم هنايا غادي نضيف البنات واحد الربعه ديال المعالق كبار كما كتشوفوا معايا ديال السكر سنيده حبيبات. غادي نخلط مزيان هاد السكر سنيده مع هذيك الحبه ديال البيض وهداك الكيس ديال الفاني، حتى غادي يذوبوا لي هذوك الحبيبات ديال السكر، وغادي نضيف ان شاء الله المقادير المتبقيه. هنا البنات صراحه هاد لي مادلين كيجيو ناجحين بزاف بزاف، كيجيو رائعين. وهذوك ربعه المعالق جاوا البنات هما هذوك جا العبار ديالهم هما هذوك مع هاد لي مادلين، هادو ما جاوش هكا يعني مسوسين، ما جاوش حلوين بزاف، جا العبار ديالهم هو هذاك. انا عطيتكم يعني العبار بالماء صافي. هنا كي قلت لكم البنات هاد الربعه ديال المعالق انا عطيتكم يعني القياس اللي درت انا، وانتم كيبقى لكم يعني الاختيار. الا نتوما كتبغيو الحلاوه بزاف يمكن لكم ديروا كاس ديال السكر سنيده صافي. هنا البنات غادي نضيف واحد تقريبا نص كاس ديال الزيت، ديال الزيت العاديه، زيت المائده صافي. غادي نخلط مزيان مزيان هاد المكونات بحال هكا حتى غادي يدخل ليا هذاك الزيت مع الخليط. صافي هنا البنات من بعد ما يعني تخلي هذاك الزيت مع الخليط، هنا غادي نضيف البنات واحد الكاس ديال القهوه. هنا البنات هذه ماشي قهوه يعني سريعه الذوبان، ماشي نسكافي، هنا قهوه عاديه طيبتها. وصراحه هاد القهوه هذه ما ضفتهاش وهي بارده، كي كتشوفوا معايا راني كنضيف غير بشويه وكنحرك هكا باش ما كيطيبش ليا البيض ويضيعوا ليا المقادير. هنا البنات هاد الكاس ديال القهوه غليان، هاد القهوه سخونه البنات من البوطه، طفيت عليها صافي خدمت بها، ما خليتها لا تبرد لا حتى شي حاجه. و صافي كي قلت لكم البنات، ومن بعد ما صافي طابت ليا هذيك القهوه يعني خويتها مباشره، وبديت هكا ماشي غير جيت وخويت الكاس مباشره من فوق الخليط، لا، فباش ما يطيب لكمش البيض، حيت راكو عارفين القهوه راها غليانه، يعني الا خوينا هكا الكاس مباشره فغادي يضيع لكم القوام ديالكم وغادي يضيع لكم البيض. بقيت البنات كنخوي غير بشويه كي شفتوا معايا، وكنخلط كنخوي بشويه وكنخلط حتى كملت هذاك الكاس صافي. هنا من بعد ما كملت هذاك الكاس ديال القهوه، صراحه بهذا المذاق ديال القهوه والله البنات الا جاو رائعين، جاو غزالين مع القهوه والشوكولا، جاو شي حاجه اللي رائعه صافي. هنا ضفت واحد المعلقه كبيره كي كتشوفوا نتوما، بغيتوا تضيفوها حتى تضيفوا الدقيق كيبقى لكم الاختيار، انا سبقتها في الاول ماشي مشكل يعني بحال بحال. هنا ضفت واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو صافي. وهكا من بعد ما غربلتها خلطتها هكا مع القوام صافي انسجمت ليا. دابا ان شاء الله غادي نبدا كنضيف الدقيق صافي. هنا البنات الدقيق انا راني يعني كنغربلو معاكم مباشره، ما صراحه ما كنتش مغربله من قبل صافي. هنا غادي نبقى كنضيف الدقيق شويه بشويه، وانتم كتشوفوا ان شاء الله الفيديو. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يكون واضح، ويكون الشرح ديالي يعني مبسط. انا هذا هو الهدف البنات ديالي من هذه القناه، يعني هذه القناه هذه بالاخص يعني دايرها على حساب المبتدئات اللي شحال من حاجه ما كتصدقش معاهم. فنتمنى ان شاء الله هاد الوصفات اللي كنقدم معكم يكونوا يعني كينالوا الاعجاب ديالكم، اللي صراحه وصفات ساهلين واقتصاديين. واخا وصفه كتكون فيها البيض بزاف، فانا كنديرها باقل يعني كنديرها ببيضه ولا جوج، وكنجرب كنقول تنجح معايا ان شاء الله نشاركها مع البنات، ما تنجحش معايا
فما شاركاش، والحمد لله والشكر لله الوصفات ديالي كامل اللي كان وجد صراحة ناجحين 100%، وحتى حاجة حتى حاجة ما كتضيع ليا هكا. فواخا ما كتكونش يعني المقادير يعني كبار ولا، فكينجحوا معايا الوصفات الحمد لله. فكنبغي هكا نشارك معكم وصفات اقتصاديا بمقادير بسيطة، باش هكا اللي ما كانش كيتوفر على مثلا ما يكونش عندك بيض بزاف، ما يكونش عندك حليب، ما يكونش عندك، الا لاحظتوا معايا في القناة ديالي فالمقادير كاملة اللي كنحط في الوصفات فهي اقتصادية وفي المتناول ديال الجميع. فنتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم هذه الوصفات، وما تنسونيش البنات من اللايكات ديالكم والتعليق ديالكم، وتكملوا لي الفيديو حتى الاخير، الله يجعلها في ميزان حسناتكم يا ربي. راكم عارفين البنات انا مازال ما كملتش الشروط نهائيا، ومازال كنتقاتل على السوايع اللي مازال ما عطلا فيهم بزاف بزاف. فنتمنى ان شاء الله تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر، ما تبقاوش البنات تدوزوا الفيديو الله يسهل عليكم، خليوه هكا يكمل على خاطره فضلا وليس امرا. وكنشكر المتتبعات اللي كيدخلوا عندي كل نهار، كيدخلوا عندي مشتركات جداد ومشتركين، فكنرحب بكم وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا. فانا اللي دخل قناتي فكتولي الدار دارو، كتولي القناه قناته، فمرحبا بكم والف مرحبا بالمتتبعات اللي معايا من البدايه ديال القناه ديالي، المتتبعات اللي كيدخلوا جداد كل نهار. في اي واحد دخل القناه ديالي فهو يعني كيولي كنوليو عائله، ما كنبقاوش غير يعني غير الناس ولا هكا، فكنوليو عائله. فمرحبا بكم والف مرحبا. هنا البنات غادي صافي من بعد ما غادي نكمل هنايا، درت واحد تقريبا واحد 3 المعالق ديال الدقيق، وزدت عليهم واحد جوج اكياس ديال الخماره من وزن 8 غرام، المجموع هو 16 غرام صافي. وغادي نغربلهم بحال هكا، وغادي نخلطهم مع الخليط حتى غادي ينسجموا ليا مع بعضياتهم، وان شاء الله نتلاقاو باش نكملوا الطريقه ديال التحضير. هنا البنات من بعد ما خلطت ديك الخماره مع الدقيق، هنا كنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخل. الا كان عندكم الحامض كيكون احسن، انا ما كانش عندي الحامض فما توفرتش عليه وضفت معلقه كبيره ديال الخل صافي. غادي نخلط بحال هكا الخليط ديالي. هنا البنات انا فاش بديت صراحه، فاش بديت كان كنت راني حبست الفيديو، فاش بديت كان ندير نضيف الخل كنت شعلت الفران، شعلت البنات الفران على 200 درجه من الفوق ومن التحت. وفاش ان شاء الله غادي ندخل هكا غير باش يسخن مزيان مزيان، فاش غادي ندخل لي مادلين ديالي غادي نهبطو ل 180 درجه وغادي نخليه شاعل من الفوق ومن التحت، باش هكا هذا هو السر البنات ديال لي مادلين باش يجيكم ناجحين. هنا البنات من بعد ما كملت الخليط ديالي انا وضعته في هذا البلاستيك، صراحه هكا جاني ساهل، عوض ما نبقى هكا كنضيف بالمعلقه هكا صراحه جا ساهل يعني دغيا دغيا، ما كان حادي ما كنوسخ يعني هكا لا يدين لا شي حاجه صافي. هكا صراحه الطريقه هذه كتبقى عمليه وسهله البنات، وانتم كيبقى لكم الاختيار صراحه. هذه البلاستيكه كت عمليه كي قلت لكم البنات. انا صافي من بعد ما غادي نكملهم كاملين بالتعمار، غادي نوضع فيهم، غادي نخلي تقريبا واحد الاسبوع هو اللي ما غاديش نوضع فيه كما كتشوفوا معايا، ولا التولوت هو اللي ما غاديش نوضع فيه، باش هكا يعني ما غاديش نعمر التولوت، غادي نخلي التولوت خاوي باش هكا كيلقاو فين يتنفخوا ليا وما كيسيحوليش مع الجناب في الفران. وسير البنات الاول والرئيسي ديال هاد اللي ماضلين هادو، وهي الفران يكون شاعل مزيان البنات، والفران يكون سخون 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 مزيان، باش يعني غير كتدخلوا هكا لي مادلين ديالكم كيتنفخوا كيطلعوا ما كيسيحوش هكا مع الجناب صافي. انا كي قلت لكم شعلتو على 200 درجه، فاش غادي ندخل لي مادلين ديالي غادي نهود الحراره ل 180 درجه وغادي نخليه شاعل من الفوق ومن التحت تقريبا واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه كيكونوا واجدين صافي. هنا من بعد ما عمرتهم كاملين البنات، هنايا يعني انا عندي شويه ديال القرقاع وشويه ديال اللوز اللي قطعتهم هكا قطع صغار، وغادي نزين بهم من الفوق. نتوما ديروا بيبي شوكولا ولا خليهم غير هكا تخرجوهم عاد زينوهم، يعني اي حاجه بغيتوا ديروا، ولا ديروا عليهم الشوفان من الفوق، ولا شنو ما يعني اي حاجه عندكم متوفره في الدار ديروها. انا كي قلت لكم صافي من بعد ما غادي زينتهم شويه ديال اللوز والقرقاع اللي قطعتهم قطع صغيره صافي. هنا البنات انا راني كنت دخلتهم الفران طابوا تنفخوا جاو مقببين تبارك الله ما شاء الله، شوفوا شحال ناجحين البنات، جاو طالعين ما جاوش لا ما جاو هكا لا
لا سايحين لا هابطين حتى شي حاجه، جاو مفقعين طالعين ومشقين من الفوق، جاو رائعين صراحه، جاو شي حاجه اللي رائعه. فنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم البنات والتعاليق الله يرحم الوالدين. اللي عجبها هذا الفيديو ما تنسانيش بواحد البصيمه البنات، صراحه كنلقى شويه ديال المشاهده ولكن اللايكات ما كنلقاهمش البنات، ما عرفتش واش كتنساوهم ولا لا. فما فيها بس اختي لا تفرشي الفيديو واستفدتي ولو غير بحرف واحد، فما تنسانيش بواحد اللايك الله يجعلها في ميزان حسناتك يا ربي. صافي هادو هما لي مادلين ديالي البنات، غادي نقدمهم معاكم هنايا في هاد الطبسيل هذا ديال التقديم. شوفوا تبارك الله ما شاء الله، راه جاو رائعين البنات، جاو غزالين غزالين صراحه، شي حاجه اللي روعه. بيضه وحده البنات عطاتنا 12 حبه ديال لي مادلين، جاو رائعين. انا صراحه حطيت معاكم غير هاد الكميه حيت الطبسيل ما هزليش بزاف. المهم كما شفتوا معايا راه عطاتني 12 حبه بالحساب، هاد القياس هذا، هاد القوام ديال حبه ديال البيض ولا هذاك الكاس ديال القهوه، نص كاس ديال الزيت، عطاتني 12 حبه ديال لي مادلين. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كاملين البنات مفقعين وكاملين مشقين من الفوق وكاملين طالعين ومقببين، حتى شي وحده ما ضايعه صراحه، شي حاجه اللي غزالي، شي حاجه اللي رائعه. فنتمنى شوفوا تبارك الله ما شاء الله البنات شحال رطب هنا، راه كانوا باقيين سخان صراحه، كانوا مازال الا خرجتهم الفران وصورتهم معاكم كانوا باقيين سخان. صافي غادي نوريكم وحده من الداخل كي جات. حنا كي قلت لكم البنات راه كانوا مازال سخان، كان هاد الكاغيط هذا راه مازال ما بغاش يتحيد ليه صراحه حيت كانوا مازالين سخان، فحتى كيبردوا عاد كيبدا هاد الكاغيط يتحيد بكل سهوله، ولكن ماشي مشكل غادي نوريهم لكم. شوفوا البنات تبارك الله ما شاء الله شحال جاو مفشفشين من الداخل وقطنيين وما معجنين ما حتى شي حاجه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله ما مدقسين ما حتى شي حاجه البنات، جاو شي حاجه اللي روعه روعه. فنتمنى ان شاء الله تجربوهم هكا لوليداتكم، تبقاو تعطيوهم يدوهم الكوتي، شي حاجه اللي كنصايبوها في الدار فكتكون كنكونوا عارفين شنو دايرين فيها حتى ما نشريوها من الزنقه، فكتبقى صحيه وكنعرفوا شنو خدمنا وباش خدمنا. فنتمنى ان شاء الله ينالوا اعجابكم. السلام عليكم الى اللقاء.